بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في حلقة جديدة من برنامج دوانية الدانة، دائما عبر قناة الدانة الفضائية في كل يوم ثلاثاء الساعة 10 تماما. قرارات أصدرت، قيادة أمرت ووفرت كل ما في شأنه راحة المواطن، أموال تصرف وكوادر تعد، والشعب ينظر في الحال ويريد التنفيذ في الحال، فما يجد إلا علامة الاستفهام. وظائف وميزانية لكل وزارة ولكل منشأة، فلربما لم نسمع إلا الأرقام، وأصبح التنفيذ شبه مستحال إلا ما رحم ربك مغير الأحوال. انتقاد من ولي الأمر لتلك الأجهزة محبة لشعبه، فماذا سيكون من خلال ردة فعل تلك الأجهزة؟ هذا ما سنتحدث عنه أيها الأحبة الكرام. أداء الأجهزة الحكومية في ظل الأوامر الملكية. أرحب بضيوفي وضيوفكم أيها الأحبة الكرام، الدكتور خالد الفرم، نائب رئيس جريدة عكاظ وعضو مجلس الإدارة. أهلا وسهلا بك. كذلك أرحب بالأستاذ عبد الحميد العمري، عضو جمعية الاقتصاد السعودية. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا فيك. كذلك أرحب بالأستاذ زين العابدين، عضو مجلس الشورى. أهلا وسهلا بك. مساك الله بالخير. كذلك أرحب بالدكتور محمد بن متركي القحطاني، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا وسهلا بك. الله يحييك. الله يحييك. أرحب بكم من جديد، أرجو أن تتواصلوا معنا عبر اتصالاتكم وكذلك تساؤلاتكم عبر الهاتف الذي يظهر تباعا على الشاشة، وكذلك عبر صفحة تويتر الخاصة برياض الودعان، تكرموا عليه. طبعا بما أنك دكتور يعني أخصائي نفسي، نريد ردة فعل دكتور محمد، طبعا ردة فعل كمواطن سعودي وهو يرى تلك المشاكل، وهناك تضخمات، وهناك بطالة، وهناك أمور كثيرة جدا. والدكتور قبل قليل يقول لعلنا الأيام القادمة يكون هناك إصلاح. دكتور زين، يعني كيف ترى ردة فعل المواطن السعودي البسيط، كيف تراها نفسيا يعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أن أرحب فيك يا أخ رياض، وأشكرك على هذا البرنامج الرائع، وأرحب بضيوفكم، وأشكر الأخوان المعدين والقائمين على هذا البرنامج اللي دائما يتحفنا بمواضيع ممتازة وتفيد هذا المجتمع. بالنسبة للقرارات الملكية وآلية تنفيذها، انعكاساتها النفسية على المواطن، دائما احنا عندنا شيء يسمى الدوليزم between mind and body، يعني العلاقة المتبادلة بين العقل والجسد والمشاعر والانفعالات. هي الأوامر الملكية كانت في مصلحة المواطن الهدف الأساسي، وما زالت. المواطن شعر بالفرحة بالسعادة، شفت الناس احتفلت، شفت الناس رفعت أعلام، شفت الناس زاد الولاء للدولة اليولتي، وهذا فرحت هذه الناس. لما بعد ذلك تأخرت بعض الجهات في تنفيذ بعض القرارات، أصبح بعض الأفراد يصابون بنوع من الإحباط. خصوصا أنا يعني كمتخصص في علم النفس أقول لكم أن لما يكون هناك فجوة بين ما يكون عليه الفرد وبين ما يرغب أن يكون، أنا واقعي الآن بس أبغى بعد 5 سنوات أمتلك بيت. لما أنا أخطط أني بعد 5 سنوات ولا بعد 10 سنوات ما حقدر أمتلك بيت، حشعر بالإحباط. الإحباط والآثار النفسية تؤثر على سلوك الفرد، تؤثر على إنتاجيته، تؤثر على الجوبيولتي اللي هو الولاء الوظيفي، تؤثر على، تسبب له شيء يسمى الورك ستريس اللي هو ضغوط العمل. الواحد يشتغل يشتغل يشتغل، بعدين مثلا بعض الأوامر ما تنفذ، يعني ما في ترقية، ما في حوافز. بعض الجهات وليس كلها، ها أنا أتكلم عن الجانب النفسي، يشعر بالإحباط، يقول أنا أشتغل مثلا طول النهار ها وبعدين أجي أترقى ما في رقم، أنا أصدر أمر بتثبيتي في بند معين ما صدر تثبيتي، مع أن الأمر الملكي صدر بس التنفيذ ما صدر. أنا كمعلمة صدر لي أمر ها بإني في مدرسة أهلية أتقاضى راتب معين مثل قرينتي في المدرسة الحكومية، ما صدر. هنا اليولتي فور جاب، الولاء للوظيفة لمهنة المعلمة، ها الإنتاجية، كلها هذه حتقل. الفوكيشنال سيلف افيشنسي اللي هو فعالية الذات المهنية في مجال العمل حتقل. أنا أشتغل وزميلتي تشتغل، هي تأخذ 6000 وأنا أخذ 2500، طب صادر لي أمر أني أصير زيها، طب ليش ما نفذت المدرسة الأهلية؟ كيف نفسيتي أنا وأنا راكب السيارة رايحة بأشتغل؟ أبصدم. يعني طيب هذا من ناحيه. طيب طبعا بنتكلم بعد قليل عن الواقع ما يعيشه المواطن السعودي بالفعل، ونضرب احكلم عليه استاذ محمد الدكتور محمد اذا اكرمت عليه. يعني بالفعل هنا رايين، يعني ان المواطن السعودي لا يستطيع ان يعمل كل عمل مثلا،
أنت كيف ترى المواطن السعودي؟ كيف ترى ردة فعل المواطن السعودي وهو يسمع كلامنا الآن؟ نعم ممتاز. بالنسبة للمواطن السعودي، إحنا عندنا شيء يعني في علم النفس اللي هو مفهوم الذات، فكرة الفرد عن نفسه. لما أنا يكون عندي فكرة عن نفسي إني أنا مثلاً شاطر بالرياضيات، أنت قلت لي إن أنت ما شاء الله ممتاز في الرياضيات، ممتاز في العمليات الحسابية، خلاص أنا سأسلك وفقاً لمفهومي عن ذاتي. مفهوم الذات هذا تتشكل من المجتمع. بعض الأحيان في بعض فئات المجتمع، يشكلوا مفهوم ذات عند أبنائهم أنه لازم يشتغل في شغلة معينة، أن المفروض ما يشتغل بالشغلة الثانية. عيب. بعض فئات المجتمع بعض أفراد المجتمع يتكون عنده مفهوم عن ذاته بأنه لا ما في إشكالية. أنا في الأسبوع اللي راح في قناة الإخبارية التقوا في ناس يشتغلون في مغسلة سعوديين ما شاء الله، والتقوا في عدد من السعوديين يشتغلون أي شغلة. يعني كلام الدكتور يخالف التعميم. احنا شوف في العلم علميا في مغاسل السيارات هذه اللي انا بقول عنه عندك فرص، بس انت قاعد تنتقد يا دكتور. لا 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 انه الشيء يا مواطن يا شعب سعودي لازم تعمل وتصير سباك وتصير طيب. لا 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 ابى افهم بس. لا يا اخ رياض انا لم اقل ذلك، انا بقول انه فرص العمل الموجوده في المملكه العربيه السعوديه ما هي موجوده على الاقل في معظم دول العالم، خصوصا دول العالم النامي او دول العالم الثالث وفي الدول العربيه على وجه الخصوص. وبالتالي كون ان انا أروح حتى أكون مجموعة واستثمار بسيط واسمها مهن حرة صغيرة وأخذ من البنك التسليف والادخار العام وأسوي مغسلة ولا مغاسل سيارات، هذا عمل شريف. لا لا هو يشتغل في المغسلة. لا مغاسل لا، أنت ممكن أنك تملكها وتسوي شركة صغيرة وتتوسع يا دكتور. هذا مغاسل لماذا لا تدلف إلى دكتور سوق؟ كلامك لماذا لا تدلف إلى سوق؟ كلام طرح طوباوي يا دكتور، يعني كلام نظري واقع الحال. طيب لماذا الحال نظري يا أخي؟ ليش لأن نظري؟ القوانين والتشريعات والأداء كلها معوقات. وريني أين هي المعوقات؟ هل في شيء إمنع أنك تكون منشآت صغيرة وتدخل في شراكات كيف؟ لماذا؟ واحد خريج جامعة والأجنبي يشكل الأجنبي فتح هيئة الاستثمار فتحت له الباب وجاء وقام وأنشأ مؤسسات استثمار وطلع أخذ كافة الفرص. الشاب السعودي شاب بسيط حالم يبحث عن فرصة العمل فرصة السكن. اديني الفرق بين اللي سوته هيئة الاستثمار واللي ما سواه غيره، وخلينا نشوف إنه الخلل هنا ونقول صحيح هذا خلل على هذه المؤسسة أن تصحح. طيب مسارها أعطيني ليس كلام نظري. كافة اللي نشر عن هيئة الاستثمار لا هذا اللي نشر كلام ثاني. احنا انا حضرت حتى عليه ندوات يقولوا له ليش مثلا انت بتضخم حجم الاستثمارات هذه سوتها ارامكو. لا 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 يقول ليش تفتح حلاقين ومحلات حمص استثمار. هذا اللي قال. هذه انا قلت له، انا اللي قلت له في وجهه هناك عنده في مركزه قلت له هذه المؤسسات يجب ان لا يعني وش ما هو العائد. طيب هذا احنا نقوله الحين احنا بس هو هذا. لا لا هذا أفسد. هذا ليس كل شيء يا أخي، أنت رجل متعلم. لا لا هذا جزء من المشكلة، جزء من المشكلة. المشكلة الرئيسية دكتور لخص لك في الآتي: لا توجد لدينا رؤية واضحة مدروسة متماسكة لحل البطالة. والبطالة أنت مطالب منك 300 ألف وظيفة سنويا. الشباب السعودي الآن يبحث عن فرص العمل ويجب عدم تسطيح هذه المشكلة الكبرى. لا توجد رؤية واضحة في حل مشكلة البطالة، لا توجد استراتيجية أيضا ناجعة في حل مشكلة الفقر، لا توجد أيضا برامج في كيفية التعامل مع الشباب. نجلس ونكتب ونطرح لكن واقع الحال تتفاقم المشكلة. زي ما تفضل عبد الحميد الآن عند مصادر الأمر الملكي بتشكيل لجان لحل البطالة ووضع جدول زمني لها وإلى آخره، الديوان الملكي وضع خطة للوزارات، معناه في مشكلة في التخطيط. معناها في مشكله في التخطيط يعني، والان المشكله طيب في التنفيذ. ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ هذا انا اقول لك ايش الحل. طيب. انا لا 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 دكتور دكتور لا لا دكتور بس دكتور الحل بعدين خلينا طيب احنا طيب نتكلم طيب على المشاكل طيب. حتى قطعته الدكتور محمد. تفضل دكتور محمد وانا اعتذر طبعا ترى بنستمتع بالكلام والله علمي جدا. طيب تفضل. الله يسلمك. هو الخطا اللي صاير في من وجهه نظري مبدا الجنراليزيشن التعميم. لما اجي اقول كل الشباب السعودي ما يبون يشتغلون، احنا دائما نقول بعض البعض يبغى يشتغل، البعض ما يبغى يشتغل، بس المشكلة تكمن في إنه كيف إحنا نوفر الوظائف لهم؟ كيف إحنا يعني نعطيهم حوافز؟ خلف كل سلوك يقف حافز يدفعك لأداء هذا السلوك. لما أنت ما في وظيفة تعطيك راتب كويس، تعطيك ساعات عمل زيادة، تعطيك بونص، تعطيك زيادة في الراتب، تعطيك ترقيات،
انت سلوكك في يعني للاقبال على هذه الوظيفه حيقل. فقدر المستطاع يعني وجهه نظري الافضل بما ان احنا اجتمعنا ان نجتمع مثلا في وضع حلول افضل ما ان اجتمعنا في الخلاف. لن نيأس باذن الله. يعني شفت انطباعات الدكتور المواطن السعودي كيف تراها؟ نعم طبعا بعض الانطباعات اللي ظهرت الان لي في الحقيقه هي اتجاهات سلبيه نحو ما يعني تباطؤ تنفيذ بعض القرارات. هذا الاتجاه يعني يتكون بشكل تراكمي، لما يتأخر تنفيذ قرار ثم يتأخر تنفيذ قرار ثاني ثم هذا يتكون عند الشخص اتجاه. بس في نقطة أنا بأقولها بالنسبة للاتجاه الاتيتيود الاتجاهات بشكل عام، إذا تشكلت يكون يعني من الصعب تحويلها، ممكن تتغير ها، بس إذا تشكلت يعني إذا أنت كان عندك اتجاه نحو شخص نظرة سلبية له مثلا أو نظرة يعني دونية، إذا أنت شكلت اتجاه نحو فئة معينة من الناس تغيير هذا الاتجاه حيكون صعب، حياخذ وقت خصوصا إذا يعني تشكل على فترة طويلة. وجهة نظري يعني بالنسبة للأوامر الملكية أنه يراعى شيئين علميين، accountability تحديد المسؤولية، كل شخص إيش مسؤولياته في تنفيذ هذه القرارات تحدد، يعني تحدد اللي هي تسمى المساءلة العلمية، ويسوون شيء اسمه follow up evaluation تقييم بعدي. أنا يا أستاذ رياض أنا أحدد لك الأمر المعين أنت تنفذ، بعد شهرين ثلاثة أربعة حسوي تقييم، مو إني حسوي تقييم حعاقبك، لا حسوي تقييم أبي أشوف طريق الشغل مش ولا لا. ويمكن عنده معوقات بعد، ويمكن عنده معوقات. هذه أتوقع وجهة نظري لو تطبق مع القرارات الآن الكريمة إن شاء الله نكمل. طيب الدكتور محمد، إذا دكتور محمد يعني خادم الحرمين الشريفين ما أقر هيئة مكافحة الفساد إلا إقرار أن هناك فساد، ولم يكن هناك طبعا، هي منشأة جديدة، انعكاساتها على المواطن السعودي كيف ترى؟ نعم بالنسبة يعني بركز على الجانب النفسي، الانعكاسات النفسية عليها. بعض المعلمين والمعلمات أو أفراد المجتمع لما يجي يشتغل فترة طويلة ويجي يبغى يترقى ما في ترقية، يجي مثلا يبغى راتب في بعض الجهات ما في، بعدين بسبب الفساد في بعض المؤسسات تجي واحدة عندها واسطة أو واحد عنده واسطة يضع في منصب عالي ويأخذ مثلا مال أكثر من هذاك، هنا الفرد هذا حيشعر يعني بالاكتئاب بضغوط نفسية. لابد أن نحقق شيء اسمه comparable value، القيمة المماثلة، أجر مماثل لعمل مماثل، نبعد الفساد. أنا أشتغل في هذه الوظيفة وهو يشتغل في هذه الوظيفة كنا نفس الراتب ها، إلا عاد إذا هو اشتغل زيادة أو إذا هو سوى ساعات عمل زيادة علشان النفسية علشان الإنتاج. أضف إلى ذلك في الفساد في قضية مهمة اللي هو الاختيار المهني. بعض المؤسسات بسبب الفساد يعني بسبب الواسطة والمعارف والمحسوبيات والهذا ما يوضع الفرد المناسب في المكان المناسب بناء على إمكاناته وقدراته، لا يعرف فلان يعرف هذا مشكلة. هذا يسبب آثار مستشرية، أي يسبب آثار نفسية سلبية يعني بصراحة على حياة المواطنين وعلى حياة اللي يعملون في بعض هذه المؤسسات، وهي ذمة بالتالي وبالأخير ذمة أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. خلي الدكتور محمد إذا كنت يعني انعكاسات مسألة التغييرات الاقتصادية أو حتى يعني مسألة البطالة انعكاساتها على المجتمع السعودي بالنسبة للسرقات، وبالفعل الآن يعني نلاحظ هناك جوانب سيئة ربما أصبح المواطن السعودي ربما يلجأ لها أو حتى الرشاوي مثلا. نعم. بالنسبة لي إذا تبغى تشوف السلوكيات السلبية اللي تكون في بعض المجتمعات يقف خلفها عدد من العوامل، من ضمن هذه العوامل الاقتصادية بما احنا نتكلم عن الجانب الاقتصادي والتنفيذ الأوامر اللي هو الفقر. الفقر حيسبب الكذب، الفقر حيكون عامل للسرقة، الفقر حيكون عامل لتعاطي المخدرات، فالفقر حيقف خلف كثير والجميل. من الأمور الفقر حيسبب ضغوط نفسية. عندنا يعني من ضمن الضغوط النفسية الكبت، الواحد يبغى شيء، يبغى يسوي شيء، يبغى ينجز شيء، ما في فلوس، ما في وظيفة، ما في ترقية، ما في بعض المؤسسات مو كلها ما نقدر يعني نعمم، هذا الكبت هو يعني على أساس هو يشعر بالكبت يدفع الأفكار من حيز الشعور إلى حيز اللاشعور عشان يرتاح مؤقت بس ها، عشان يرتاح. بس كثرة الكبت مرة على مرة مرة على مرة حيولد عندك سلوك فجائي، استجابة فجائية أنت ما تتوقعها، ما تتوقع أن هذا الشخص تصدر منه هذه الاستجابة. السبب في ذلك كثرة الكبت.
فأنا يعني وجهة نظري أنه يفضل مثلا بالنسبة للأوامر الملكية الكريمة، بعض الأوامر الملكية الكريمة اللي تأخر تنفيذها، وأنا واثق أن شاء الله حتنفذ، يوضع لها أكشن بلان، خطة عمل، يقول أن إحنا الأمر الملكي الفلاني حيتم إنجازه في نهاية شهر كذا تقريبا، الإسكان حيتم تسليمه مثلا عام كذا في التاريخ الفلاني. لما توضع لغة الأرقام زي ما تفضل الأستاذ حتصير الأمور واضحة. وهذا من خليني لم يبقى لدي كلمة أخيرة دكتور إذا تكرمت علي، وطبعا بإذن الله سنحاول تخصيص حلقات أخرى إذا تمكننا من ذلك. تفضل دكتور. كلمة أخيرة يعني باختصار شديد، أن احنا نحاول قدر المستطاع نقلل من الفساد. الفساد هو جرثومة يأكل المجتمع، وزي ما تفضل الأخوان هنا الفساد موجود في كل مجتمع، بس احنا نحاول قدر المستطاع جميع الجهات تعليميه حكوميه خاص نحاول قدر المستطاع نحارب هذا الفساد ونضع خطط عمليه لتنفيذ الاوامر الملكيه. اللهم امين.